حقيقة من المشاركات الجميلة في معرض الكتاب السنة دي مجموعة قصصية جديدة اسمها يشمك وطربوش. واضح كده من الاسم ان في حاجة غريبة او عمل ان هو عمل مش عادي. بيتكلم عن ايه بقى؟ بيتكلم اكيد عن فترة زمنية بعيدة شوية، والحقيقة مهن كمان مختلفة كانت موجودة زمان في مجتمعنا لكن دلوقتي اختفت، ممكن مش هنقول اختفت كلها بس معظمها فعلا اختفت وما بقتش موجودة. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الكتاب ومع ضيفتي الكاتبة اسراء حامد. منورانا يا اسراء، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. في البداية كده كنا بنتكلم عن حكاية يشمك وطربوش. الفكرة كده او الاسم ده لما بيجي يعني يرجعك لزمن بعيد شوية، احكي لنا يعني ايه يشمك وطربوش وايه الفكرة دي، واحكي لنا عن الكتاب. يشمك وطربوش هي مجموعة قصصية، الاسم جاي من رمزية العمل، يعني رمزية العمل بيتكلم عن 40 مهنة وحرفة اندثروا او في طريقهم للاندثار. الأربعين حرفة او مهنة دول كانوا موجودين في اواخر القرن 19 ومنتصف القرن 20، فالاسم بيوحي يعني للقارئ بانه يعني مهن بتنقسم ما بين راجل وما بين ست، ما بين راجل وست في الفترة الزمنية دي. طيب هنتكلم وهنروح عن مشاركتك في معرض الكتاب. احكي لنا عن المشاركة وعن الكتاب اللي انت يعني جمعتي فيه حاجات كتير جدا، لان هو فيه حرف كتير وفيه تفاصيل كتير وحاجات ما كانتش موجودة، حاجات يعني ما بقتش دلوقتي موجودة. ليه فكرت ان انت تروحي القرن بعيد كده؟ هو انا في الحقيقة يعني دايما بحب التميز، يعني انا ما بحبش ان انا اكتب بشكل نمطي او بشكل تقليدي، لان التميز دايما بيفرق جدا مع الكاتب، بيخلي خاصه ان المنافسه يعني كبيره جدا وشديده، فعشان الكاتب يقدر ان هو يصنع لنفسه اسم لازم يتميز. فكان فكرتي عن يشمك وطربوش ان ناس كتيره جدا بتحب لغه الحنين او المفردات بتاعه الحنين، خاصه في الظروف ومعترك الحياه اللي احنا عايشينها، شويه في لود كتير جدا على الناس، فالناس بتهرب من الواقع والمشاكل لحياة في الماضي، بيقدروا ان هم يأنسوا بقصص الماضي وفعلا حاجة مميزة. احنا شايفين دلوقتي الغلاف معانا شكري سرحان وشادية. أيوة انت ده الغلاف اللي انت فكرتي ان انت تحطيه وفعلا هيكون حاجة متميزة. اختيارك ليهم كان ايه، ولا هو ليهم دور في الكتاب؟ هو انا في الحقيقة الغلاف يمكن اكتر حاجة اخدت وقت معايا في الاختيار، يعني احنا الجواب بتعرف من عنوان. أيوة ده حقيقي فعلا، هو فعلا الكتاب أو غلاف الكتاب هو معبر عن المحتوى أو المتن طبعا يعني. فبالتالي اختياره لازم يكون دقيق جدا علشان أولا يكون ملفت للأنظار، ثانيا يكون معبر، يعني ما يسببش خلل للقارئ إن هو يشتري كتاب ويلاقي فيه إيه ده ما ليش علاقة بالعنوان، يعني أنا هقرأ إيه. ففي الأول أنا فكرت في أني أعمل مثلا صورة مثلا صورة قديمة لأي مثلا القديمة. حرفة من الحرف اللي كانت موجودة واختفت. أيوة لكن أنت بقى روحتي جبتي اتنين طبعا ممثلين من العمالقة وفكرت أن أنت تحطيهم محتوى الغلاف أو على الغلاف. أيوة ده حقيقي. فالفكرة بقى أن أنا أجيب صورة بقى القديمة للناس اللي صوروا، اللي هم المستشرقين اللي صوروا صور فات عليها مثلا فوق 50 سنة، فبقت من حق العام أن هم يقدروا أن هم يستخدموها. بعد كده فكرت في ان انا اعمل مثلا حاجه لقطه كده لاوبريت الليله الكبيره، باعتباره في مجتمع حرفي مكتمل يعني، بس مش عارفه ايه اللي جذبني لفكره ان انا اخليه حاجه سينمائيه. يعني دايما السينما هي ذاكره الشخص او البني ادم، وخاصه احنا ذاكرتنا السينمائيه المصريه يعني مليئه بالاعمال الجميله الخالده. فكان اختياري لشخصيه شكري سرحان في دوره في فيلم البوسطجي. فيلم البوسطجي ده مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل يحيى حقي. فالبوسطجي دي قصة من ضمن الأربعين قصة. وبرضو يعني انت عايزة تقولي ان الكتاب ده الكتاب ده زي ما انتم شايفين فيه 40 قصة. أيوة وده على فكرة العدد ده يمكن قليل جدا اللي بيكتب هذا العدد أو هذا الكم من القصص في كتاب واحد. يعني أنا دايما بحب أن أنا يعني إيه يعني أسري العمل الأدبي، مش إن أنا أتعامل مع العمل الأدبي طبعا مع احترامي للي بيعمل 9 أو 10 أو 11 أو فيما يعني فوق أو قريب من ده، بس أنا بشوف إن 40 قصة هي بتعبر عن الحالة. على فكرة أنا اختزلت القصص، هي في أكيد مهن أكتر بكتير جدا من الأربعين، ولكن أنا اختزلت في الأربعين لأنهم يمكن يعني ممكن يكون اللي معروفه لينا واللي شايع اللي ممكن ودنا ولا في حاجات ممكن تلاقيها مش معروفه، يعني في حاجات كتيره جدا مش معروفه.